بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الناخب، أختي الناخبة، أهالينا في ولاية بنزرت، نحن لا نتوجه إليكم بصفتكم ناخبين، بل باعتباركم شركاء في مشروع حضاري تنموي وطني مبني على رؤية علمية تحلل الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتشخص مشاكله وتشرككم في إيجاد الحلول الناجعة لها. نحن أعضاء قائمة حزب الغد نحلم ببنزرت أخرى ممكنة يتوفر فيها العيش الكريم اللائق والتعليم المجاني المتقدم والخدمات الصحية الراقية التي يقدر عليها المواطن البسيط. حزب الغد يعمل معكم وبكم على بناء اقتصاد اجتماعي يعتمد على الإمكانيات الوطنية، ويعمل على تحقيق التوازن بين الجهات والقطاعات، إذ أن العدالة الاجتماعية هي أول أهداف الثورة في تونس، وضمان الحق في الغذاء والسكن والعمل مقابل أجر عادل من أوكد الأولويات لدينا، وذلك لا يتحقق في نظرنا إلا عبر اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي، وهو الذي سيخلص الاقتصاد الوطني من الفساد والاحتكار. وسياسة اقتصاد السوق الاجتماعي تعتمد على 3 قطاعات رئيسية، وهي قطاع عام متحرر من البيروقراطية ويعتمد وسائل الإدارة الحديثة والتخطيط العلمي، قطاع تعاوني يعطي أهمية خاصة للقدرات الإنتاجية والتنافسية، قطاع خاص تقوده رأسمالية وطنية تلعب دورها الرئيسي المنتظر في مشروع التنمية. حزب الغد يؤمن بنظام عالمي أكثر إنسانية وأكثر احتراما لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وينتصر لحق الشعوب في تقرير مصيرها، ويؤمن بضرورة الانفتاح على شراكات جديدة مع القوى الصاعدة في العالم، وبضرورة انخراط تونس في دوائرها الطبيعية كدعامة لحقوق الشعب العربي والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، إذ يعتبر حزب الغد القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة وجوهر مشروعه الوطني المقاوم. فالكيون الصهيوني جسم غريب وصنيعة استعمارية تفصل المشرق عن المغرب. إخوتنا في ولاية بنزرت، لقد حرصنا في قائمتنا الانتخابية على تمثيل أغلب المعتمديات وإشراك مختلف القطاعات، فأعضاء القائمة من أبناء هذا الشعب وهذه الجهة يدركون مشاغل العامل والفلاح والبحار والموظف الذي يرزح تحت أعباء الحياة وربة البيت والمرأة العاملة. سنسعى في ولاية بنزرت إلى إحداث قطب صناعي تنموي، وسنتبنى خطة وطنية لإنشاء 1000 مصنع متوسط في ظرف 5 سنوات. سيكون نصيب ولاية بنزرت 56 مصنعا متوسطا بمعدل 4 مصانع في كل معتمدية، وستقضي هذه على معضلة البطالة. كما سنسعى لتوفير مسكن ملائم لكل أسرة تونسية، وسنتبنى خطة لتطوير الأحياء الشعبية. كما سنعمل على إعادة إصلاح منظومة قطاع الصيد البحري وعودة الأمل للبحار الذين فقدوا أكثر الكثير من اهتمام الدولة. مشروع حزب الغد هو مشروع الغد الذي يبدأ اليوم.